خليني أخذ مع حضراتكم. وغدا ينطلق الأحد ينطلق صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. إيمانا بأهمية الثقافة والمعرفة في تعزيز الوعي المجتمعي والفكري، يقدم صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمنصة فريدة لتبادل الأفكار والتفاعل الثقافي الخلاق. يهدف صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي إلى وجود نخبة من المفكرين والأساتذة والشخصيات الثقافية لإجراء مناقشات عميقة تتناول موضوعات فكرية وثقافية متنوعة ومتعددة، وهو ما يتيح الفرصة لتواصل مثمر بين كل طوائف المجتمع. وفي هذا الإطار يحرص المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على جذب التفاعل الفكري بين المشاركين وفتح آفاق جديدة لمناقشات تعزز من الفهم المتبادل ويسري التفكير النقدي. أن تنوع الآراء هو ما يضفي عمقا وغنى على هذه المناقشات، حيث تطرح الأفكار في أجواء من الحرية والانفتاح لتعزيز التفاهم المشترك وتوسيع المدارك الثقافية. وتتمثل رؤية الصالون في توفير مساحة تفاعلية تجمع متنوع الطوائف والخلفيات الفكرية لإجراء مناقشات بناءة تعتمد على التفكير النقدي والانفتاح الذهني. غدا سيكون أول انطلاق لفعاليات الصالون. غدا هيكون التعليم إلى أين هو الموضوع اللي سيطرح، ويكون فيه ضيوف مميزين جدا.